بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية حبايبي الطلاب، أهلا وسهلا فيكم في حصة المراجعة النهائية لأسئلة موضوعية مقترحة لامتحان التوجيهي. طبعا إحنا الآن في اللقاء الأخير لجيل 2003 اللي جه تعبوا واللي اجتهدوا واللي الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يعني يجزيهم كل خير على كل تعب تعبوه هم ومعلميهم والقائمين عليهم من أهل ومن إدارات. أول شغل حبايب الطلاب، أنتوا الآن بتكونوا روحتوا من امتحان الدين، الله يعطيكم ألف عافية، بتكونوا أكيد إن شاء الله طلعتوا فرحانين ومبسوطين جدا، لأن أنا متفائل بامتحانات خير السنة، تمام؟ فلذلك أستاذ أنت الآن صار عندك خبرة معينة إنه الامتحان حيكون من الكتاب، وأي إفتاء خارجي يعني هذا خليه على جنب، أي يعني تطويل للمادة أو عرض عضلات فيها خارج نطاق الكتاب والأهداف المدرسية ما إلنا دخل فيه، لأنه إحنا قادرين نكتب أسئلة كثير صعبة لكن غير هادفة للطالب. لذلك حبايب الطلاب هبدأ معكم بمراجعة سريعة لضع دائرة، أنا قادر أعطيكم هذه الضع دائرة PDF وحاعطيكم إياها PDF، لكن أنا إيش حبيت أتناقش معكم ببعض الشغلات اللي بدي إياها أركز عليها شو أهم الأشياء. أستاذ حتلاقوا من هذا يعني حتلاقوا أسئلة الضع دائرة بتشمل أربع وحدات، حتلاقوا حبايبي إنه في عندي كثير أسئلة موجودة في الدوسية وفي الكتاب وكتبناها جانبيا أنا وياكم مع بعض. والدليل أستاذ ما بيصير أنك أنت تجيب أسئلة إضافية من خارج من المريخ، تمام؟ أنت لازم تشتغل كمدرس أو كطالب على أهداف الكتاب المدرسي، صحيح ولا لا؟ لذلك لما تكون أنت شغال على كتاب الأهداف يعني على أهداف الكتاب المدرسي بيكون امتحانك زي امتحان الوزارة ذو مواصفات ومقاييس. المواصفات والمقاييس في امتحان الوزارة معناته أستاذ الهدف الأول في الحمود والقواعد أن يعرف الطالب الأحماض والقواعد وفق برونستد ولوري وأرهينيوس ولويس، تمام؟ بدك تلاقي أسئلة هذا الموضوع، الهدف الثاني والهدف الثالث إلى آخره. لذلك بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ، فالكم النجاح والعلامة الكاملة في الكيمياء إذا أنتوا ركزتوا كويس. أهم إشي حبايبي هيني بكررها كمان مرة، تدرس دوسيتك تمام 100% يعني مصدر العلم اللي أعطاك يا أستاذك سواء أنا أو غيري، تمام؟ يعني أنا بتعامل مع طلابي الآن لكن هو سوف يكون بابليك للكل، فإن شاء الله ربنا يكتب لنا يا في ميزان حسناتنا اللهم آمين. فلذلك أستاذ تدرس المادة من عندي كاملة أو من مدرسك كاملة، ثم بترجع مرة تانية حبيبي الله يرضى عنكم لوين؟ للكتاب المدرسي، بتحل أسئلة الكتاب المدرسي. حيندم الطالب اللي ما حل أسئلة الكتاب المدرسي، تمام؟ إن شاء الله ما حدا فيكم يندم. ثم بس تخلص بتحل آخر دورتين أو ثلاث إن كثرت، أنا هذا رأيي الشخصي، إذا أنت حاب تزود الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة بشكل سريع، يعني نبدأ مع بعض. المادة التي لديها القدرة على استقبال البروتون، أنت لما تسمع كلمة بروتون معناته برونستد ولوري، اللي بيستقبل البروتون شو بكون؟ حمض، واللي بيمنح بروتون قاعدة. طبعا إيش عكستهم أنا، اللي بيستقبل بروتون قاعدة واللي بيمنح بروتون إيش؟ حمض، مانح للبروتون حمض، لذلك الجواب إيش؟ قاعدة برونستد ولوري. اللي بعده، أحد الأنواع التالية يسلك كحمض لويس فقط، طبعا لويس معروف أستاذ، الأحماض عند لويس أنا حسب كتابنا الجديد هو الأيون المنفرد الموجب، تمام؟ لذلك هي الجواب عندنا زد أن موجب 2 لأنه لديه فلك فارغ فهو قادر على استقبال أزواج إلكترونات غير رابطة. تقاس قوة الحمض حسب نظرية برونستد ولوري، الحمض عند برونستد ولوري مانح للبروتون، لذلك أستاذ أنت بتستثني استقبال الأزواج تاعت الإلكترونات، تمام؟ ومنح الأزواج وبتستثني استقبال البروتون، فإذا الجواب مين؟ يمنح بروتون بسهولة هو الحمض، فكل ما كان أسهل بمنح البروتون كل ما كان أقرب للقوة، تمام؟ وهذا سهل جدا علينا. الأيون الذي يعد مادة مترددة، بدي تنتبهوا لي على هذول السؤالين، مادة مترددة وأيون يعتبر مادة مترددة أو أنفوترية، ما هو المادة الأنفوترية نفسها مادة مترددة. هنا في السؤال حكى لك مين المادة المترددة، أنتوا حافظين عن غيب أنه المادة المترددة يا مية يا أيون أو مادة لديها إشارة سالبة ولديها هيدروجين قابل للفقد، ويستثنى من ذلك الذي ينتهي بCOO سالب لأن الهيدروجين هذه تكون إيش؟ حمضية وعضوية وليست حمضية، هي لا تفقد. لذلك أستاذ لما جينا سؤال زي هذا قال لك أعطيني المادة التي تعد مادة مترددة، الجواب المية والمادة السالبة اللي عندها هيدروجين قابل للفقد، إذا الجواب هون فقط لأنه طلب فقط أيون، فلما يطلب أيون مباشرة بناخذ الذي له شحنة. أما لما يقول لك المادة دور في مية، لا ما في مية، هذا بده يخدعنا فيه، هذا نهايته عشان تشوفوه كويس، نهايته CO2 minus يعني COO minus، فإذا هذا ما بأخذه، تمام؟ أنا بهمني بكون عندها سالب وعندها هيدروجين قابل للفقد وبستثني هذا الشكل. إحدى التالي استطاع أرهينيوس تفسير سلوكها القاعدي، معروف أستاذ القاعدة عند أرهينيوس قادر على إعطاء بروتون بسهولة، فهي القواعد القوية فقط، تمام؟ ذكرت كلمتي القواعد القوية فقط. إحدى التالية لا يعد زوجة مترافقة من الحمض القاعد، الحمض القاعد أستاذ لازم يكون بيناتهم واحد بروتون، سمعين؟
يعني أنا عندي 3 اتش هنا وعندي هون 4، إذا يا فقد يا كسب، تمام؟ عندي هون 2 اتش وعندي هون 1، إذا فقد بروتون. عندي هون 1 اتش وراحت، فإذا نفس الشيء. لكن هون عندي كم بروتون؟ 2، وهون راحوا ولا ما راحوا؟ إذا الجواب لا يعد زوجا مترافقة من الحمض والقاعدة، لأن الحمض مانح للبروتون واحد، أما القاعدة مستقبل للبروتون واحد. هذا مهم جدا أستاذ، مهم جدا هذا السؤال، هنا نبهتكم عليه. إحدى التالية لم يستطع أرهينوس تفسير سلوكها، بدها تكون حافظ عن غيب وحافظ عن غيب أن المواد التي لم يستطع أرهينوس تفسير سلوكها موجودة في كتابنا. أي مادة خارجية لم يستطع أرهينوس تفسير سلوكها غير مطالبين فيها، وبكون صحيح علميا، لكن كتابنا واضح. حكى الأمونيا ما قدرش يفسرها، وهذا الملح قاعدي، تمام؟ عشان تنتبهوا شو حكينا، وهذا الملح الحمضي، تمام؟ لذلك أنا حطيت سؤال يكون شامل جميع ما ذكر. ننتقل على بعده. محلول طبعا هون يقيس قوة الأحماض والقواعد القوية والبي اتش تاعتها. هنا تركيز الحمض قديش؟ تركيز الحمض القوي قديش؟ 10^-1. ومعروف إنه تركيز الحمض القوي نفس تركيز أيون الهيدرونيوم. لذلك أستاذ تركيز أيون الهيدرونيوم 10^-1، فالبي اتش تساوي ناقص لوغاريتم 10^-1، والجواب قديش؟ 1. وهذا سؤال بسيط جدا ممكن يكون في امتحان الوزارة ويا ما تكرر، تمام؟ اللي بعده، لما تسمع كلمة الرقم الهيدروجيني لمادة، فما تصنيف هذه المادة؟ لازم لما تسمع كلمة الرقم الهيدروجيني تحط لي الخط هذا مباشرة، تحط بالنص قديش؟ 7، أقل رقم 0، أكبر رقم 14، منطقة حمض، منطقة إيش؟ قاعدة، تمام؟ مباشرة تعمل هذا الشكل عشان تعرف إنه الحماض تقل قوة البي، يعني كلما زاد رقم الهيدروجيني قلت الصفات الحمضية وزادت الصفات القاعدية. الآن إذا هذا 100% شو؟ حمضي، لأنه البي اتش تاعته صفر، تمام ولا لا؟ فالطالب لما يشوف صفر بتذكر انه هو علمي، فبقول لك خط الاعداد صفر، فالصفر النصف اذا متعادل، وهو بكون شاطر في الكيمياء، تخيلوا. فدير بالكم من هذا اللي بحكيه انا الان. ننتقل بعد حبايبي الطلاب على هذا السؤال. هذا السؤال من الاسئله المرتبه كثير بتحلوا، موجود طبعا عندنا في الدوسيه زيه، مهم جدا. وهو بتكلم عن ايش؟ عن كيف تتعامل مع القاعده القويه، تمام؟ ان اي او اتش، بقول لك قاعده قويه تركيزها طبعا 2 بال 200 مل، يعني 1/10 الحجم، تمام؟ الحجم يساوي 1/10 لتر، اوكي؟ والبي اتش تاعتها 12.7، طبعا من البي اتش بتطلعوا هيدرونيوم، تمام؟ اوكي؟ بعدين شو بنطلع حبايبي؟ اللي هي طبعا تساوي الهيدرونيوم 2/10^-13 زي ما تعلمنا، ثم الاو اتش ماينس على الكي ووتر على هذا الرقم اللي هو الهيدرونيوم الى اخره، فبيطلع معنا تركيز الاو اتش ماينس، هو نفسه هو تركيز مين؟ القاعدة القوية، تمام؟ فطلع معنا التركيز، بعدين عدد المولات اللي هي عتا حكايكم زي ما تعلمنا، اللي هو عدد المولات تساوي التركيز في الحجم، وعدد والكتلة تساوي عدد المولات ضرب الكتلة المولية. هلا هنا قيمة بي اتش لمحلول الحمض اتش سي ال، هذا استاذ بدنا نركز كويس على الأسئلة هاي، تمام؟ هاي أسئلة مرتبة كثير. ما قيمة بي اتش للحمض اتش سي ال او؟ تركيز أيون ال اتش سي ال او، ال سي ال او ماينس فيه يساوي 4%، وقيمة كي اي تساوي كذا. حبايب الطلاب الله يرضى عنكم، في مفاتيح احنا درسناها للطالب ما في رجعة عنها، عشان هيك لما اعطيناكم ورق المكثف قلنا للطالب دير بالك استاذ هذا ملخص انت تفهمه وتقدر تحل منه 1000 سؤال، تمام؟ هي مش الحل بكثرة الأسئلة، فهم الفكرة بيخليك تحل أي سؤال. الآن الطالب دائما عارف انه هذا حمض، له كي اي ولا ليس له كي اي؟ له كي اي. إذا هو عارف قطعا انه تركيز أيون الهيدرونيوم في الحمض الضعيف اللي دارس معنا، تمام؟ نفس تركيز مين؟ السي ال او ماينس القاعدة المرافقة، ويساوي 4/10^-2، تمام؟ فإذا الهيدرونيوم عندي 4/10^-2، فالبي اتش تساوي سالب لوغاريتم هذا الرقم 4/10^-2، والجواب 2^(4) و2 كم لوغاريتم 4 معطيك اياه؟ 6/10، تمام؟ فالجواب قديش؟ 1.4، وهي الجواب. هلا اخوان الطلاب اللي ما درسوا معي بيضطر يكتب معادله الان، اللي كان زي ما كان معلمكم يعلمكم، يعني المعادله واتفق قبل التأيون بعد التأيون، ثم يكتشف مع الحل انه سين سين هاي سين كانت عنده هاي سين. طبعا المشكله وين معنا؟ انه الطالب حيروح يسرح مع السؤال اللي مش ماسك الماده منيح، شو راح يسوي؟ راح يروح يمسك الكي اي ويحط القانون. طب ما هو معطيك اياها بس هيك جدلا عشان يخربطك فقط، يعني هو هدفه يخربطك؟ لا، بس هو هدفه يعرف هل انت ماسك مفاتيح الماده ولا بس طالب كل ما تشوف سؤال بدك ترجع تدرس مره ثانيه من الصفر وتعيد. لا، بدنا اياك تكون شاطر وعارف مفاتيح الماده بشكل صحيح. احسب قيمه كي بي، هون واضح الفكره، كي بي يعني واضحه، كي بي تمام يساوي او اتش ماينس، تمام، مضروبا بتركيز الحمض المرافق او تربيع لانهم متساويين نفس الشيء سين سين، على تركيز القاعده، على تركيز مين؟ القاعدة. طبعا هنا بكل بساطة من البي اتش بطلع الهيدرونيوم،
تمام؟ أيون تركيز أيون الهيدرونيوم تمام؟ بعدين بطلع الـ OH- وبربعها وبقسمها على تركيز القاعدة وبطلع معي الجواب زي ما أنا حكيت. هنا نبلش الأسئلة، هي مهمة بالنسبة لي تمام؟ اقرأوا. بالاعتماد على طبعا رقم 9، بالاعتماد على ترتيب القواعد الآتية حسب الهيدرونيوم في محاليلها. هاي القواعد الآتية، عندك قاعدة أقوى من قاعدة أقوى من قاعدة ولا أعلى هيدرونيوم، بدك تكون مفكر كويس. أنتوا عارفين إنه الهيدرونيوم والقاعدة العلاقة عكسية، تركيز أيون الهيدرونيوم مع القاعدة علاقة عكسية تمام؟ فبما إنه هذه القاعدة أكثر قاعدة لها هيدرونيوم تمام؟ أكثر قاعدة لها هيدرونيوم، فإذا هي أضعف قاعدة تمام؟ لذلك بقول لك هنا فإن القاعدة التي يكون حمضها المرافق هو الأقوى، معروف القاعدة المرافقة الأقوى حمضها المرافق أضعف تمام؟ والقاعدة المرافق الأضعف حمضها المرافق أقوى، فالحمض المرافق الأقوى ناتج من القاعدة الأضعف، والقاعدة الأضعف التي لها إيش؟ أعلى هيدرونيوم تمام؟ فمثل هاي الأسئلة أستاذ لا تخاف منها، سهلة لكن اعرف كيف تتعامل معها. هون بحكي لنا شباب صبايا، بحكي لنا إنه في عندك هون ترتيب الأحماض المرافقة تمام؟ يعني أنا لو أجيت عملت هاي الحركة، طلعوا عندي أنا أحماض مرافقة، عندي A H موجب و B H موجب تمام؟ هاي السؤال، و C H موجب يا سيدي ها تمام؟ وأنا بعرف إنه الحمض عكسه C B A تمام؟ هاي الحمض عفواً هاي القاعدة هاي وهذا الحمض المرافق، صح ولا لا؟ تمام. بقول لك والقاعدة D أضعف من القاعدة A، إذا هنا مكان مين؟ مكان القاعدة دي، قاعدة دي أضعف من إيه تمام ولا لأ؟ فأكيد حمض المرافق هو الأقوى. شوف كيف الآن بحب إنه يتوهك في السؤال، مثلا أنا بس أسئلتي زي هيك مثلا ممكن تكون لا مش هدف التتويه. فإن القاعدة التي لها أكبر إيش؟ ثابت تأيون كي بي، معروف شباب القاعدة الأقوى هي التي لها أعلى كي بي، فلذلك الجواب سي. بالاعتماد على ترتيب الأحماض تصاعديا، طبعا اول ما تسمع كلمه تصاعديا او تنازليا ارجوك لا تقراها، بما انه في كلمه ايش، اذا في كلمه اشاره اكبر واصغر لا تقرا تصاعديا وتنازليا، لانه هاي الكلمه خلاص استاذ هيك مرتبه وجاهزه تمام، وفق ايش الهيدرونيوم، فاعلى واحد هيدرونيوم هذا تمام. لو انا عملت القواعد المرافقه عشان اكون فاهم شو بعمل، بي ماينس دي ماينس سي ماينس اي ماينس تمام، فإن القاعدة المرافقة يكون حمضها هو الأقوى. مين القاعدة المرافقة التي حمضها هو الأقوى؟ هذا أقوى حمض صح؟ فمين قاعدة المرافقة؟ A minus تمام؟ اللي بعده، إذا كان محاليل الأملاح، بس نشوف هذا السؤال كمان مرة. نعم عندك أقوى حمض مين؟ الـ HA، فقاعدة المرافقة هي الـ إيش؟ هي الأضعف، لذلك هو شو بحكي لك؟ فالقاعدة المرافقة التي يكون حمضها هو الأقوى، ما إلي دخل، القاعدة المرافقة الأضعف حمضها هو الأقوى. اللي بعده، هذا مهم السؤال، مهم كثير كمان مش شوي تمام، وتحديدا هذا لديك أملاح، كيف تعلمنا نتعامل مع الملح؟ إحنا موجب سالب تمام، هذا ملح شو نوعه؟ قاعدي تمام، وهذا ملح شو نوعه كمان؟ قاعدي. طبعا بمزح أنا، هذا ملح متعادل تمام، بس أنا والله مع العكس يعني سبحان الله مع انعكاس اللوح معاي بشوف الألوان مختلفة، لأنه أستاذ هذا متفرج وهذا متفرج، يعني التنين ناتجين من قوي، مفهوم شو بحكي ولا لا؟ أنا آسف، هون كمان مرة نرجع مرة تانية، هذول بروحوا مع بعض، هذا الملح متعادل، أنت عندك ملح متعادل وعندك ملح قاعدي، واضح أستاذ إنه هذا ملح شو؟ حمضي، فإن ترتيبها حسب تناقص قيمة الـ pH، يعني من الكبير pH للأقليل، دائما أستاذ معروف القاعدي أكبر ثم المتعادل ثم الحمضي، وهذا الترتيب تاعهم. المحلول الذي له أقل قيمة pH، طبعا في عندنا في المكثف أو بالدوسيات شرحنا إنه الأقل pH دائما بيكون مين؟ الحمض القوي، إذا مش موجود الحمض الضعيف، فهون أنا عندي الحمض الضعيف تمام؟ لأنه الحمض الضعيف نفسه حبايبي إذا ضفت له ملح قاعدي بيزداد pH، مفهوم؟ اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الأسئلة الحلوة هاي. يلا، محلول حجمه لتر، 1 لتر يعني، يوجد فيه حمض ويوجد فيه ملح، طبعا احنا متعودين نتعامل مع الملح انه موجب سالب شطبنا المتفرج، فاول سؤال ما صيغه الايون المشترك؟ CH3COO ماينس، ركزوا حبايبي ممكن يلعب معنا هاي اللعبه، CH3COO موجب يحطوها، فانتوا انتبهوا انكم انتوا ضل عندكم سالب مش موجب، مفهوم؟ 2 ما تركيز المحلول؟ طبعا احنا القانون عندنا بغض النظر عن ترتيب اخواننا وزملائنا المعلمين لهذا القانون، انا برتبه بهذا الطريقه، بحكي كي اسيد في تركيز الحمض على تركيز الايون المشترك اللي هو مين؟ اللي هو الملح، أنا طبعاً نفس تركيز الملح بناء على K
كلام كتابنا وشرح كتابنا. لذلك أستاذ هذا الهيدرونيوم عندي إياه، عندي قيمة Ka 2×10 قوة سالب 5، تمام؟ تركيز الحمض 4/10، تركيز الملح قد 8/10، 10/10 بتروح، 2 × 4 8 على 8 بتروح، 10 قوة سالب 5، فالجواب 1، هاي 1×10 قوة سالب 5 مش 2، اوكي؟ واي خطأ مطبعي شباب صبايا ارجعوا لي فيها على التليفون، انا عندي يعني ارقامي مع كل الطلاب، تمام؟ بجاوبكم عليها ما في مشاكل. مثل هذا السؤال اجى وزارة سنة 2013، اجى سنة 2009، اجى سنة يعني اكثر من مرة، واخر سنة اجى صراحة يعني تقريبا يمكن تكون اخر سنة قبل ما يسوي التوجيه، ايش يعني قبل ما يحذف الحذف الاخير، والله اعلم انه سنة 2019، وسؤال زي هذا موجود في كتابنا. فدير بالكم شباب صبايا انه اذا اعطاك قيمة البي اتش، قيم للبي اتش انك تكون شغال زي ما بيعمل استاذك، انتبه. هنا البي اتش قديش؟ تأخذ أرقاما من 0 ل 14، وبالنص قديش؟ 7، تمام؟ فهي منطقة إيش حبايبي؟ منطقة حمض زي ما حكينا، وهي 0 عشان ما تنساش، وهي منطقة إيش؟ قاعدة. ولازم الطالب يكون عارف أستاذ إنه هون في عندك حمض قوي، أقوى الأحماض، تمام؟ وهو لازم الطالب يكون عارف هون إنه عندك قاعدة إيش؟ قوية، أقوى القواعد. وهذا كلام أستاذ يعني أنا بنبهك عليه والأصل تكون درسه. وهنا يكون متعادل، وهو الماء النقي والمحلول المتعادل، تمام؟ لهون فهون بقول لك أعطيني رمز المادة التي تمثل قاعدة قوية. ما أنت مش حافظ أنه قاعدة قوية مصيبة، لأن هي واتش قاعدة قوية. مين أعلى رقم فيهم؟ فالجواب هنا مباشرة بي. يمثل حمض الـ HCl أقل رقم فيهم 0، HCl حمض قوي، فإذا الجواب مين؟ E. يمثل محلولا، هلا هو معطيك تركيز الهيدرونيوم، تركيز الهيدرونيوم 10 قوة سالب 2، إذا البي اتش تساوي 2. بتدور وين 2 موجودة؟ هاي، إذا الجواب هنا الـ A. يمثل محلولا تركيز الهيدروكسيد فيه 5×10 قوة سالب 2، هذا الـ OH. فالهيدرونيوم بدك تاخذ الكي ووتر عليه، صح ولا لا؟ 1 × 5 2×10 يعني 2 في 10 قوة سالب، 14 × 9 5 و1 ايش؟ 6. هلا هون بتحكي 6 ناقص لوغاريتم 2 عشان تطلع بي اتش. ولوغاريتم 2 3/10 حسب ما هو بكون معطيك او مش معطيك، معطيك يمكن او لا، بكون معطيك بالسؤال هو. فالجواب 5.7، والجواب هنا عندنا سي، شايفينه؟ ثم يمثل محلول الملح. هو مش ضروري يحكي لك ملح متعادل، لانك انت من يعني من خبرتك في الماده ومن خبرتك في الماده لازم تعرف انه هذا الملح متعادل، تمام؟ هذا الملح فيه جواته استاذ قادم من كي او اتش وقادم من اتش سي ال. فاذا هذا قادم من حمض وقاعده قويين، فهذا الملح متعادل، فبي اتش تساوي 7، البي اتش بتاعته شو تساوي؟ 7، فهو دي. اوكي، وهيك بننتقل مباشره على التاكسد والاختزال. بالنسبه للتاكسد والاختزال حبايبي عشان تكونوا عارفين، يعني وحده كتير سهله، حاشتغل فصل اول فصل ثاني، طبعا بتخلص اسئلتها بثواني، بس حبايبي يا بعرف يا بعرفش. من الاخر خليني اكون معكم واضح، لا نضحك على حالنا في فكره معينه انه انا امشيها مش عارف احسب عدد التاكسد، يعني مش عارف احسب عدد التاكسد، فيلا مش مشكله بيجيش استاذ، عدد التاكسد قائم عليه الماده كلها. اقراوا، عند اختزال هذه الماده الى هذه الماده، اشوفها بس بعدين كيف ممكن اعمل لكم اياها. عند اختزال هذه الماده الى هذه الماده بحسب عدد التاكسد، الاكسجين سالب 2. خلينا بس اشتغل على الفونت قديش اصغره شوي بس بعدينكم. اوكي نبدا. الاكسجين شحنته سالب 2 في 3 سالب 6، لما ننقلها 6 ناقص 2 4، 2 موجب 2، اذا الاس شحنته موجب 2. هنا الهيدروجين موجب 1 في 2 2 نقلنا سالب 2، فاذا الاس هنا قديش؟ سالب 2. مقدار التغير دائما شباب الاكبر ناقص الاصغر، يعني لا تلعب في مستقبلك، الرقم الاكبر ناقص الاصغر، فالجواب 2 ناقص الناقص 2 فالجواب 4. هذا سهل جدا. عدد تاكسد مين؟ الزرنيخ اي اس في المركب التالي، الاكسجين سالب 2، سالب 2 في 4 سالب 8، فهي عندي هون سالب 8. الهيدروجين بعرفه موجب 1 في 3 3، اقراها، سالب 8 زائد 3 سالب 5، انقلها موجب 5، تمام؟ او بتتحلها بالسينات حياك الله، ما عندك مشكله، بكونوا اصلا هم حاطين السؤال وحاسبين وقته انك تحله بالسينات، فمعك وقت طويل ان شاء الله. لدى تحول، انتبهوا، لدى تحول ال N2 H4 الى NH2OH، تمام؟ يرافقه ايش؟ فقد الكترونات ولا كسب الكترونات ولا فهمتوا كيف الفكره؟ انا افضل طريقه لتعامل زي هذا مع هذا السؤال انك توازن في وسط حمضي، ان حبتين بضرب باثنين، تمام؟
بعد الذرات في او 2O لانه هي مش شاهد زور هذا تمام 2 في او 2O فبتضيف هنا ايش 2H2O 4H وزائد 4 8 هون عندي 3 لانه 2 و1 3 في 2 6 فبضيف هنا 2H موجب وحتى اوازن الشحنة على الشوكة او بشكل عام 2 الكترونز لذلك استاذ بما انه الالكترونات على اليمين ففقد الكترونات اوكي اللي بعده العامل المؤكسد هو الذي حدث له اختزال العامل المؤكسد حدث له ايش اختزال هلا انت مش حاب تتعامل مع هاي تمام شايفها كتير كربون وكتير هيدروجين معناها سهله هي C2H4 تمام وهي عباره عن C2H6O2 تمام اذا حاب تتعامل معها تعامل مش حاب تتعامل معها تعامل مع هاي الهيدروجين موجب واحد لانه لما تشوف اكسجين وهيدروجين الهيدروجين موجب واحد فكونا من قصه انه هذا فوق الاكاسيد وانا باصم عن غيب انه الاكسجين سالب واحد تمام خلينا نكون فاهمين شو بنحكي تمام 2 بواحد ابطال 2 نقلنا سالب 2 على 2 سالب 1 الاكسجين سالب 1 والاكسجين هنا سالب 2 لانه هذا موجب واحد ب 2 2 نقلنا سالب 2 من سالب 1 لسالب 2 قل الرقم فهذا اختزال فهو عامل مؤكسد تمام فهو العامل المؤكسد فعامل المؤكسد هذا جوابنا تمام فلو طلع هذا عامل مختزل اللي جنبه بيكون عامل مؤكسد فهذا إشي حلو كتير احد التغيرات التالية يحتاج الى عامل مؤكسد معروف شباب الذي يحتاج الى عامل مؤكسد بده يكون تاكسد بس من الاخر او زي ما علمنا الطلاب كل عامل مختزل يحتاج الى عامل مؤكسد لذلك لما تحسبهم هون بيطلع معك الجواب بكل بساطه هذا اللي بعده احدى التالية لا يعد تفاعل تاكسد واختزال ذاتي شباب صبايا التاكسد والاختزال الذاتي هذا السؤال طب ليش اخذنا هذا تحديدا انتبهوا هنا حيطلع معي شحنة البروم 5 وهنا سالب 1 تمام وهنا سالب 1 الكلور وهنا 2 في سالب 1 سالب 2 نقلنا 2 ناقص 1 موجب 1 انتبه البروم استاذ تغير اول وتغير ثاني تمام هل هذا تأكسد واختزال ذاتي سؤال هل العامل المؤكسد نفسه عامل مختزل لا تمام ولا لا اذا لابد ان يكون التأكسد والاختزال الذاتي تمام نفس الذرة عم تتأكسد تمام وايش نفسها عم تختزل لذلك هذا مهم جدا استاذ مهم جدا هذا الكلام لذلك الذي لا يعد تاكسد واختزال ذاتي الثلاث الاول حيكونوا بالتعب يعدوا هذا يعني 1 2 3 يعد وهذا لا يعد انتبه لي على هذا السؤال انتبه لي عليه كويس ما عدد مولات الاو اتش ماينس الناتجه من موازنه لا يعني سؤال زي هذا استاذ هذا السؤال استاذ عشان نكون واضحين مع بعض هذا لازم لابد من موازنه في وسط حمضي كامل تمام هو بي ار 2 BRO3 minus خنبدأ معكم بصفحة جديدة طيب هو BR2 مع BRO minus BRO3 minus والنصف الثاني BR2 أوكي مع BR minus عشان تحل سؤال زي هذا الآلية تاعت حله بتوازن هذا في وسط حمضي وتوازن هذا في وسط حمضي ثم بتوازن الإلكترونات مثلا طلع معنا ال H plus قديش اقرأوا 12 في احد الجهات فاذا ما عدد ال H plus بقول له 12 طب اذا ما عدد ال OH minus بقول له 12 فدائما اتعلموا انه اذا طلع معك ال H موجب بطلع معك ال OH ايش minus هاي الموازنة ما عدد مولات الالكترونات المكتسبة لما تسمع بكلمة الالكترونات المكتسبة وما حكاش حكى للتفاعل بس وسكت المكتسبة عدد المولات الالكترونات المكتسبة يعني فقط استاذ نصف تفاعل التأكسد تمسك استاذ نصف تفاعل التاكسد وبتعرف مين ايش تاكسد وبتعرف كم عدد الالكترونات تمام سهل جدا هذا الكلام طبعا تاخذ الاي اس مع الاي اس والاس وبتاخذ الان او 3 مع الايش مع الان اذا حاب تعرف مين تاكسد استاذ هنا شحنه الاي اس موجب 3 لانه متبادلي وهون سالب 2 الاكسجين هنا اذا النيتروجين موجب 5 من موجب 5 لسالب لموجب 2 فاذا هذا اختزال اذا هذا تاكسد بتضطر تاخذ هذا النصف AS2 AS3 مع AS وS بتوازنهم وبتخلص وبكرر مره ثانيه احنا انا وزملائي المعلمين شرحنا اي واحد قاعد بشرح الان اشياء معينه فبكون قاعد بضيع وقت تمام ليه لانه الطالب الان وقت دراستك فيمكن الطالب لما يشوف هاي الاسئله يعرف انه فقط عباره عن حل اسئله تمام وتنبيه على بعض الشغلات ترجع لها يعد عامل مختزل احنا شو حكينا للطلاب حكينا للطلاب العامل المختزل بدون معادله اما بيكون اكس حبايبي او بيكون اكس ماينس رقم انتبهوا هل هذا اكس ماينس رقم هل هذا ماينس هل هذا اكس لحاله ولا باي 2 هل هذا ماينس رقم لذلك هي افضل طريقه للتعامل مع السؤال اما اذا حدا سالك عن عامل مؤكسد وانا مش مضطر اني اشرح الان هذا الكلام لكن ارجع للدوسيات العامل المؤكسد بيكون اكس 2 او ايون موجب تمام العامل المختزل العامل المختزل هو الذي حدث له تاكسد والتاكسد فقد الماده الالكترونات
تمام اقرأوا. هل العامل المختزل المواد تسبب اختزال غيرها؟ نعم. هل لأنه عامل مؤكسد؟ هل لأنه عامل مختزل حدث له تأكسد ولا لا؟ نعم حدث له تأكسد. والذي يحدث له تأكسد يميل إلى فقد إلكترونات، والذي يحدث له تأكسد زيادة في عدد التأكسد. كان هذا سؤال تجميعي، فالجواب فيه جميع ما ذكر. تمام؟ نبدأ بالخطوة اللي بعديها الحلوة، اللي أنا بحب هاي الخطوات صراحة. نبدأ مع بعض. عندك جهود اختزال، انتبهوا حبايبي، دائما ترضاش إنه يكون الرقم بعد الفاصلة إلا منزلتين. نصيحة، حط صفر، منزلتين حط صفر. لما نيجي حبايبي إحنا نرتب الأرقام وفق إيش؟ إحنا كيف متعودين أنا وياكم نحل السؤال؟ إنه إحنا نرتب الأرقام جهود الاختزال من الأقل رقما في الأعلى إلى الأعلى رقما في الأسفل. الأقل رقما في الأعلى حسب ما أنا شايف هنا 25% سالب، ثم سالب 14، تمام؟ ثم 34، تنسوش 34 أقل من 80 اللي هو 8 بالعشرة، هو كتب لك 8 بالعشرة، ما تحط صفر صارت 80، ثم 1.6. خلنا نتأكد بس مع بعض أنا وياكم شباب، إيه على الترتيب هي هذه إيه بي سي دي إلى آخره. هلأ إيه قديش؟ 80، هي إيه، وبي 34، وسي 1.6، ودي 14، وإي 25%. هكذا الترتيب. فقاعد بعطيك معلومات بقول لك بي يعني الفلز إيه ماذا يستطيع أن يفعل؟ يستطيع أن يؤكسد ذرات البي، تمام؟ مع الترتيب الحل السؤال نفس الشيء أستاذ، هذا من صفر لسالب 1 إيش قل الرقم اختزال، وهذا من صفر لموجب 2 تأكسد. فإذا أنا حسب شغلي، أنا بنصيحة أخوية، حتى لو أعطوكم مادتين رتبوهم، لو أعطوكم مادتين رتبوهم، يعني أنا معلمك الترتيب، تمام؟ لذلك أستاذ النايكل فوق والبروم تحت بغض النظر، تمام؟ يعني النيكل والبروم. لذلك هون بحكي لك وإحنا رتبنا كلما طلعنا لفوق وكلما نزلنا لتحت، فعامل إيش مؤكسد أقوى، متذكرين؟ فقاعد بحكي لك البروم أقوى كعامل مؤكسد من مين؟ من النيكل. طبعا اللي بده يحلها بطريقه ثانيه، طريقة علميه، اللي طبعا اخواننا اللي بيحضروا معنا كزملاء، وانا شرف لي اذا حدا يعني انتبه وطلع على هذا الكلام، يعني للفضول فقط، ولا انتم اساتذتنا وكبارنا، تمام؟ يعني في اكثر من طريقه لحل السؤال. انا قاعد بحكي مع طلابي، واللي حاب ينتبه لهذا السؤال، في طالب بيقول لك هذا حدث له اختزال وهذا حدث له تاكسد، فهذا تاكسد فهو يحتاج الى عامل مؤكسد قوي. القصص هاي كلها بنعرفها، تمام؟ اوكي، ننتقل على الخطوه اللي بعديها اللي هي ايش، بعد شوي حننتقل عليها، اللي هي خليتان جلفانيتان. سؤال الخليتين الجلفانيتان فوق موجود بتحلوه، لأن ننتقل على سرعة التفاعل، على سرعة التفاعل. الآن إحنا سرعة التفاعل معطيك رتبة الكلية للتفاعل 3. هلأ ممكن يحكي لك وحدة كي، يعني ممكن يقول لك وحدة كي هي لتر تربيع لكل مول تربيع ثانية. فإذا حكى لك لتر تربيع مول تربيع ثانية هي نفسها رتبة الكلية 3، وأنتم بتعرفوا هذا الكلام. أجب على الفقرات التالية. هلأ كيف إحنا نتعامل مع هذا السؤال؟ نتعامل معاه كالتالي، بنحط هون X وهون Y وهون Z. نبدأ هلأ هون نختار تنتين رقمين من هون مختلفات قبالهم متشابه، 2 على 1 2 و2 على 2 1، فإذا قوة هاي 0، فبشطب هذا العمود. خطوة بعديها، هنا بختار تنتين مختلفات قبالهم متشابه، 2 على 1 2 8 على 2 4، فإذا هنا قديش 2. بما أنه رتب الكلية 3 فإذا أكيد Z 1 وخلص الموضوع. فلذلك كل هاي الأسئلة تحت انحلت، ما رتبة A ما رتبة B إلى آخره، وحتى كمان معدل استهلاك اللي هو طبعا مجهول داخل الجدول. المجهول داخل الجدول حبايبي هاي هدية إلي مني لكم للكل اللي بسمعونا. يعني المجهول داخل الجدول بشكل عام، المجهول داخل الجدول بشكل عام لما يكون القانون زي هيك إحنا ونشتغل معه، يا إما بتطلع قيمة K من التجربة الأولى أو غيرها الثانية يعني أو الثالثة، وبتعوض في التجربة اللي فيها مجهول. هاي طريقة معروفة، أو إنك تقسم تجربتين على بعض. فمثلا أنت بتقسم هاي على هاي، هاي مع هاي بتروح 2 على 1 2، تمام؟ ك مع ك بتروح، هاي هدفها انك بتقسم تجربتين بتروح ك مع ك تساوي صاد على 2 في 10 قوة سالب 3، لما تضرب تبادل بيطلع معك 4% كأنه 4% بالألف حسب الرقم المعطى بالألف، تمام. بالنسبة لسرعة التفاعل إشي بسيط. طبعا شباب صبايا لو سمحتوا، لو سمحتوا أستاذ، لو سمحتوا أنتوا أول مرة وآخر مرة حتقدم فيها امتحان توجيهي، يا رب إنك أنتوا كل اللي سمعيني
وكل طلاب التوجيه ينجح ويخلصوا على خير. طبعا هذا دعاء غريب شوي لانه مش كل درس، لكن من اخواننا اللي درسوا يعني لو جزء بسيط او كثير انهم يطلع من التوجيه على خير. اخواننا الطلاب يعني انت ما ترد على الافتاء، بما انه في شيء موجود بكتابك ادرسه استاذ، برا كتابك لا تدرسه، نصيحه اخويه. لذلك مثلا توزيع ماكسويل بولزمان، هذا اللي قدامكم، توزيع ماكسويل بولزمان شو قصته؟ توزيع في كتابنا موجود محترم هذا، وانا حاط عليه صفحات في دوسيتي والطلاب اخذوا فيه دروس طول بعرض عليه، تمام؟ فبدك تدير بالك انت انه اذا جاك سؤال اي درجتي الحراره اقل، دائما استاذ الاوطى هي الاقل، دير بالك الاوطى من المنحنى اقل، وتفسيرها موجود ليش؟ لانه متوسط الطاقه الحركيه للجزيئات اكبر. سؤال زي هذا محترم جدا جدا. لما يجينا سؤال زي هذا يقول لك عندك والله مثلا انت عندك ان مع او، تمام، وعندك هون سي ال مع سي ال، حلو، اعطاني ان او سي ال وسي ال، هي سي ال سالب وان او سي ال. هون بالوزاره ضاحكين عليك، انت لازم تكون تعرف انه النيتروجين ذره مركزيه، تمام، هي نبهتك استاذ، لازم تكون تعرف انه النيتروجين ذره مركزيه، تمام. انا حفظت الطالب بعد ما فهمته انه النيتروجين ذره مركزيه، ترتيب الذرات المركزيه يا كربون يا نيتروجين يا اكسجين يا اللي بعده. او اذا انت بتعرف مثلا كيمياء كويس زي ما انا ان شاء الله بتوقع، انك انت بتعرف ان النيتروجين بيعمل ثلاث روابط، فهو اكثر واحد فيهم بيعمل روابط بالثلاثه هذول. الان لو اطلعت على الناتج انت هتكتشف، او انت هتكتشف يا اخوان انه في عندك ايش، هتكتشفوا انه في عندكم تصادم، يعني عندك هون كلور جنبها كلور، تمام، وعندك هنا شايفينها الN والسي ال، فاذا حدث تصادم بين الN والسي ال. هون حيسالك سؤال زي هيك، ممكن نعم حدث تصادم بين الN ومين والسي ال، حيسالك مين الذرات اللي تصادمت حتى تكون الناتج، تمام. هنا طبعا الحفظ اللي احنا بنعرفه احد العوامل التاليه يساعد في تحضير ال H2SO4، الله يرضى عنكم استاذ، هو اكسيد الفناديوم، تمام. احفظ الاسم والصيغه، يوديد البوتاسيوم، تمام، Ki يستخدم في تسريع تحلل H2O2، الانزيمات مساعده في العمليات الحيويه في الجسم، تمام، مهمه هاي الشغلات الحفظ. في تفاعل ما اذا علمت ان طاقة التنشيط في التفاعل الأمامي دون عامل مساعد وبوجود عامل مساعد، هدول الفرق بينهم قديش أستاذ؟ 140 ناقص 110 30. دائما أستاذ هذا الفرق مهم. لما إحنا كنا نرسم رسمة مثلا كنا نرسم رسمة زي هيك مثلا، كنا نحكي أستاذ إنه مقدار الانخفاض هذا هو الانخفاض في طاقة المعقد المنشط دون ومع، وهو نفسه إي أمامي دون ومع، عكس يعني الفرق بيناتهم، وعكسي دون ومع، تمام؟ لذلك الثلاث قيم هدول متساوية. فهون بسألك سؤال، إذا كانت طاقة التنشيط التفاعل العكسي دون عامل مساعد، دون يعني الأصلي 40، الآن بننقص 30 عشان نطلع معنا الجديد، كم الجواب؟ 10، تمام؟ لو طلب منك مثلا أعطاك العكس، قال لك إذا علمت أن طاقة تنشيط التفاعل العكسي بوجود عامل مساعد يعني نزلت فصارت 10، فكم الأصلي؟ 40، أوكي؟ هون ننتقل على العضوية، شباب هذا السؤال الطلاب بيعرفوه وأنا حضرني أحكي عنه يعني لحد آخر رمق في حياتي، تمام؟ هذا أفضل سؤال، ضع دائرة مكون من 13 مطلوب وبلم لك المادة ووجهك وين تروح، نبهوا معي. أول خطوة شباب هذه مركبات، حبايب الطلاب لازم تكون تعرفوا مركبات بشكل عام. هذا ألكين، هذا انتهب كوتش حمض كربوكسيلي، هذا فيه عليه سي أل، فإذا هاليد ألكل، وطبعا ثانوي، هاليد ألكل ثانوي. هنا أستاذ أبو السوس اللي كنت أدلعه أنا وياكم إيستر، هذا أستاذ عبارة عن سي، في اتش هون وفي اتش هون، إذا هذا إيش ماله؟ الدهايد، تمام؟ هذا أستاذ حمض كربوكسيلي كمان، هذا كحول لكنه شو نوعه؟ ثالثي، تمام؟ ثالثي يعني. هذه مهمة، هاي أستاذ لما تشوف أنت عندك كحول مفقود منه اتش بيكون هذا اسمه كوكسيد، وأنت عارف إنه قاعدة قوية لازم تكون حافظها. هذا هاليت ألكل شو نوعه؟ أولي، تمام؟ وهذا كحول أولي، وهذا إيثر. بدل ما يحط لك سي اتش 3 هون وسي اتش 3 هون حطها بهذا الشكل، وهذا الكان وهذا الكاين، ونبدا مع بعض انا وياكم برحله اجابه الاسئله. طبعا انا حاحكي بشكل سريع وانتم بتنقوه من فوق. بدي مركب يزيل لون محلول البروم البني المحمر، خلص يزيل لون محلول البروم البني المحمر. الطالب مبرمج حاله هو معلمه انا وياكم انه ايش يا اخوان، انه هو عباره عن ايش، عن الكين او الكاين. فاذا قال لك يحتوي على رابطه باي وحده الكين، اذا رابطتين باي الكاين، تمام، اذا يتفاعل مع الماء الكين، اذا لا يتفاعل مع الماء الكاين، اوكي. فالجواب كان رقم واحد لانه الكين، شايفين. اللي بعده يحدث له تصبن الايستر، يحدث له تصبن دائما الايستر، فالايستر اللي هو ابو السوس اللي هو رقم أربعة الايستر، تمام. اي ايستر يحدث له تصبن وهو تفكك الايستر في وسط القاعده والتسخين. تسخين يستجيب بمحلول تولنز الدهايد، اي مركب يستجيب بمحلول تولنز شو بكون؟ الدهايد، تمام، اللي هو حكينا عنه الدهايد رقم قديش؟ رقم خمسة. هاليد الكل لا يتفاعل بالحذف، معروف استاذ، هاليد الالكل الاولي بتفاعل بالاستبدال مع القاعده القويه، الثانوي والثالثي بتفاعل مع القاعده القويه بالحذف، ف
فاذا هذه الاركل الاولي اللي هو حكينا عنه رقم 7 تمام. هذه الاركل الاولي. الثانوي ما بتفاعل شايفين. اوكي كحولا لا يتاكسد بده يكون كحول ثالثي. فاهمين شو بنحكي؟ والله يا اخوان بالله عليكم اي طالب من طلابي او غير طلابي يركز على هاي الاسئله، هي نبهت انا تمام. اللهم يعني هل بلغت؟ اللهم فاشهد. مركب يتفاعل مع الصوديوم، ما دام بتفاعل مع الصوديوم في التوجيه مطلوب منه الكحول، اذا هذا كحول. وبتاكسد اكسده تامه لاعطاء المركب 10. مين الكحول اللي بعطيني حمض كربوكسيلي لما يتاكسد اكسده تامه؟ بده يكون كحول اولي. مين هو الكحول الاولي؟ رقم 6 تمام. لانه تتحرص انك تكون متاكد انه عدد ذرات الكربون هنا واحد وهنا واحد، مش يصيروا تنتين تختاروا اياكم. يعد قاعده قويه، يعد قاعده قويه اللي هو الكوكسيد، حكيت لك عنه. الكوكسيد هون في سالب، يعد قاعده قويه، انتبهوا. المركب الذي يحذف منه لانتاج المركب واحد، المركب الذي يحذف منه، يحذف من هاليد الالكل الثاني والثالث ومن الكحول. المركب واحد الكين في جواته ثلاث كربونات، والمركب ثلاثة هاليد الكل سوري في جواته ايش؟ هذا مش كربون، هاي كلور، ثلاث كربونات. فاذا هذا الذي حذف منه لتكوين ايش؟ الكحول. ثم يا اخوان في عندنا ينتج من تفاعل المركبين 6 و10، بسم الله الرحمن الرحيم، 6 و10 حمض كربوكسيلي ماذا يفقد؟ او اتش. والكحول ماذا يفقد؟ اتش، فبيطلع عندي ايستر، فرقم مركب 4. ينتج من تفاعل المركبين 7 و8 ان الله مع الصابرين، هاليد الكل اولي وقاعده قويه اللي هو الكوكسيد استبدال بيطلع عندي ايثر، فهذول الاثنين بيعطوني الامور هذا شايفينه اللي هو الايثر تمام. الاسم الشائع له الخل، الخل استاذ هو الايثانويك. يعني انا هذا شوي اوفرتها شوي، ممكن الوزاره ما تجيب سؤال زي هذا، لكن دير بالك عليه ممكن. اوكي بدل ما كتبها في الدوسيه وكتابنا حكى عنها هيك مرورا، فاذا مهم الخل اللي هو حمض الايثانويك. ما المواد اللازمه لتحويل كل مما يلي؟ استاذ ممكن يجي عليه بكل بساطه، والله يجي عليه بكل بساطه، وهي بدي امسح اللي حكينا. ها مسحته كله تمام، هذا سيبه خلص نفس مش حالف مين ما يمسح. كيف تحول المركب 6 او عفوا المركب 5 للمركب 6؟ هذا الدهايد، هذا سؤال حيجيك يعني زيه بس مش 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 ضروري يكون جدول، يعني عادي ممكن يجيب لك لدى تحويل هذا المركب اللي هو الدهايد الى هذا المركب اللي هو كحول، فان التفاعل المستخدم مباشره اضافه هيدروجين او اختزال او هيدروجين اللي هو طبعا اختزال بيحبوا الوزاره تمام. فانت بتضيف اتش فوق واتش تحت فصار هيك. فما المواد المستخدمه؟ اتش 2. من العامل المساعد؟ النيكل. بده يكون الطالب حافظ هاي الشغلات. طب العكس، ما المواد المستخدمه لتحويل الكحول الى الدهايد؟ الاكسده، الاكسده التامه ولا الجزئيه؟ جزئيه اللي هو بي سي سي، هاي الماده المستخدمه ونوع التفاعل تاكسد. وهي الاسئله كلها تتكلم عن هذا الموضوع جميل جدا، بدي اتكلم عن هذا. ما الشق المستمد للحمض الكربوكسيلي من هذا المركب؟ شباب صبايا ينتبهوا، هذا المركب اللي هو رقمه قديش؟ 4. هاي رسمت لك اياه عشان انت ايه ما تغلب حالك. ها اتش هيك كان شكله فوق، وبدي كل الطلاب ينتبهوا على هذا الكلام لو سمحتوا، انتبهوا منيح. الشق المستمد من الحمض الكربوكسيلي هذا، فالجواب حيكون اتش سي دبل بوند او ورابطه. هاي حبايبي رابطه، اذا اجتك في الوزاره رابطه، رابطه مش سالب، هاي رابطه. انا كيف علمت طلابي؟ قلت لهم استاذ تعمل هيك تمام، فما في رابطه فحيكون في موجب، هيك الاصل علميا. لكن لما طلعت انا طبعا مش معناته انه الوزاره غلطانه، بس يعني خلاص في 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 لها افتاءات مش وقت نحكي فيها. في لما طلعت على دليل المعلم لقيت انه لما طلبوا مني شق الحمض الكربوكسيلي وضعوا ايش؟ الرابطه، انهم بدهم بس فقط هذا الشكل تمام. فطلابنا استاذ ما تنتبه على موضوع الموجب، انتبه انه انت عندك شق الحمض الكربوكسيلي هذا وشق الكحول CH3O. هم ما بيطلبوا شق الكحول على الاغلب، بيطلبوا شق الحمض الكربوكسيلي. فانت الطالب اللي عندي دارس عندي متعود انك تحط موجب، خلاص ما تحط موجب، شو تحط؟ طلعوا، وانا نبهت عليها طبعا انا بس، لكن بحب انبه عليها كمان مره. ما تحط موجب استاذ، حط خط عادي هيك او بدون خط. فاذا شفتها بتضع دائره هيك حبيبي لا تفكر هاي سالب، هاي نبهتكم لا تفكر هاي سالب، وهكذا. مثل الاسئله هاي طبعا انا والله صراحه لو اقعد يوم كامل اتكلم عن العضويه وعن وعن عن الماده باسئله تمام ما بخلص، لكن الفكره انك انت تكون انت شو عامل، انت شامل الافكار، انا حاطط لك كل الافكار المطلوبه. ممكن يجيك سؤال في امتحان وزاره زي هيك يقول لك في ماده، شفتوها الماده هي كيف لونها ابيض؟ اوكي شفتوا هاي الماده استاذ اللي هي ايه؟ بقول لك هاي الماده عملنا لها هذا العمل، هذا العمل اذا الطالب ما بيعرف انه حذف من كحول يعني بيكون عنده مشكله تمام. حذف من كحول هذا بده يكون، اذا بده يكون كحول، الكحول اللي بدك اياه شو حذفت منه؟ حذفت منه ميه،
حذفت اتش من هنا واو اتش من هنا، فشو الناتج عندي؟ عندي الناتج كحول. وفي ماده تمام اضفنا لها قاعده قويه وتسخين، فاكيد هاي هيريد الكل تمام، لانه كي او اتش وتسخين هيريد الكل تمام. طلع عندي الكين، فاكيد حيكون هيريد الكل. طب استاذ هيريد الكل هذا نتج الكين من ثلاث كربونات، 1 2 3، هل حيكون اولي ولا ثانوي؟ طبعا اكيد حيكون ثانوي. ليش حيكون ثانوي استاذ؟ لانه استاذ هيريد الكل الاول لا يتفاعل بالحذف. حبايبي بالله عليكم ركزوا على هذا السؤال، مركب عضوي مكون من 3 ذرات كربون، بالله عليكم شباب، حدث له تأكسد، حدث له اختزال. أي مركب يحدث له تأكسد واختزال هذا 100% ألدهايد، فما يغرك هذا الشكل. فهو 3 كربونات، 1 2 3، والألدهايد بنتهي بـ CHO تمام؟ CHO زي ما حكينا علمناكم في الدورة. فأكسدت الألدهايد حمض كربوكسيلي فبنتهي هون بكوتش، تمام؟ نفس الشكل شايفينه هيو، الجواب الإجابات موجودة تحت. وبالاختزال أستاذ بصير كحول أولي تمام؟ نهاية CH2OH، OH ناصحة شوي. أوكي، فحمض كربوكسيلي وكحول إيستر نفس ما حكينا بالتفصيل الممل. هلأ هذا الكحول أستاذ أولي حذفنا منه صار ألكين، ضفنا له هيدروجين صار ألكان. هلأ ممكن السؤال هذا يجي هيك بس لحاله، طلعوا كيف؟ يقول لك في امتحان الوزارة ما صيغة A B C، هذا 4 علامات وهذا 4 علامات وهذا 4 علامات، هي 12 علامة، لأنه فعلا هذا سؤال هادف جواته 3 تفاعلات مختلفة، تأكسد واختزال واستبدال، وهذا يسمى تفاعل إيش؟ الأسترة، عملية الأسترة. أو يجيب لك السؤال بشكل أرقى شوي ويحكي لك ما صيغة A B C على التوالي ب4 علامات، على التوالي يعني A B C، A كذا B كذا C كذا وهكذا وهكذا. أستاذ أنا وياكم نكون ختمنا مع بعض ما يسمى ب مراجعة المادة الكيمياء العضوية ومراجعة سرعة التفاعل وحموض القواعد والتأكسد والاختزال بأسئلة فقط، ضع دائرة. اللي درس أستاذ يشد دراسته بزيادة، اللي مش دارس يوجه نفسه صح إذا حاب يتابع معي على هاي الأسئلة اللي حطيتها. يفهم إنه دايما أستاذ الكتاب المدرسي هو الأساس، والله ما بحكيها مجاملة، يعني أنا شايف أسئلة نص حرفي، الكتاب المدرسي هو الأساس تمام، مع شرح أستاذك أو معلمتك أو كذا إلى آخره أو معلمك. فأنا بالنسبة لي لطلابي امسك الدوسية ادرسها مرة ثانية تمام جيدا، ثم أرجع حل أسئلة الكتاب المدرسي، ثم أرجع إيش حل أسئلة الوزارة. إذا أنت دارس الدوسية ومخلصها وحل الكتاب المدرسي، ارجع أستاذ راجع مرة ثانية من الورق المكثف اللي عملنا لكم إياه، موجود على منصة أول بلس PDF تمام. معكم الأستاذ إبراهيم حميدة أخوكم وحبيبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تكون فعلكم النجاح. أنا بتوقع إنه كل الطلاب اللي درسوا عندي وإن شاء الله درسوا عند غيرنا، أسأل الله سبحانه وتعالى يجيب 200 من 200. الله يفرح أهليكم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. إن شاء الله ما أكون قصرت معكم، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتي أنا وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.